السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الابتدائي، مرحبا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الأول. هنستكمل موضوعات الجغرافيا. أنا اتكلمت عن البيئة الصناعية، تمام كده، عنوان الوحدة بتاعتي البيئة الصناعية. اتكلمت فيها عن العوامل البشرية والطبيعية للصناعة أو البيئة الصناعية، وكمان اتكلمت عن الصناعة والمناطق الصناعية. النهاردة هنختم وحدتنا بعنوان الدرس الثالث، وهو مشكلات الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب عليها. وزي ما انتم شايفين كده، دي أحد المصانع في بعض المناطق الصناعية. هنتعرض على أو هنتعرف على مشكلات الصناعة أو المشكلات التي تواجه الصناعة، والمشكلات التي تواجه البيئة الصناعية، وجهود الدولة في حل الاتنين. طب هنتكلم أول حاجة عن مشكلات الصناعة. مشكلات الصناعة في مصر. تعاني الصناعة في مصر سنة ستة من العديد من المشكلات. وهنا السؤال بيجي لي دايما، برهن أو دلل على صحة العبارة. تعاني مصر أو تعاني الصناعة في مصر من المشكلات عديدة. طب إيه هي المشكلات اللي بتعاني منها الصناعة؟ قال لي أول حاجة من مشكلات الصناعة في مصر ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. أسعار المادة الخام بتاعتي، سواء المادة الخام الزراعية أو الحيوانية أو المعدنية أو الصخرية، لما باجي أنا أطلعها أو أستخرجها أو أزرعها عشان أوديها للمصانع بتبقى بتكلفة كبيرة. يبقى ارتفاع أسعار المادة الخام ومستلزمات الإنتاج. ده مش بس كده، ده أنا ممكن كمان وأنا بزرع أنا بحتاج أسمدة، بحتاج مبيدات، يعني كل ده بي إيه؟ بيكلف الأرض الزراعية أو بيكلف الزراعة أو أسعار المواد الخام. عشان كده أسعارها لما بنيجي نعملها بتبقى إيه؟ مرتفع. يبقى أول حاجة ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، دي أول مشكلة. طب تاني مشكلة، قال لي نقص الكوادر الفنية. ما المقصود بالكوادر الفنية هنا؟ قال لي الكوادر الفنية دي سنة ستة اللي هي الأيدي العاملة، أو إحنا اللي إحنا بنقوم بالصناعة، تمام كده؟ آه، وكمان دي عامل بشري، يعني عامل مهم جدا من عوامل قيام الصناعة. طب مالها الايدي العامله؟ قال لي هم اصلا مش مدربين، ما عندهمش تدريب او ما عندهمش فهم بالصناعه وبالالات الصناعيه اللي هم بيستخدموها. يعني انا عندي نقص في الكوادر الفنيه، او ممكن يكون عندي عمال بس مش مدربين. ما فيش يا ميس لهم دورات تدريبيه علشان تخلوهم ان هم يتدربوا على الاجهزه مثلا او على الالات الحديثه اللي هم بيستخدموها في الصناعه. تمام. طب تالت حاجة أو تالت مشكلة عندي، قال لي زيادة تكلفة مصادر الطاقة. مصادر الطاقة اللي أنا بقى باخدها سواء من البر أو من البحر، مصادر التكلفة بتاعتها اللي هي استخراجها بتبقى عالية. فأنا لما أبيع حاجة أو أستخرج حاجة عالية، فأكيد المنتج بتاعي هيخسر. ليه؟ لأن أنا أكيد التكلفة بتاعته أو تكلفة استخراجه غير تكلفة إنتاجه، فده بيعمل فرق عندي. يبقى تاني حاجة زيادة تكلفة مصادر الطاقة. طب رابع مشكلة عندي، انخفاض جودة المنتجات الصناعية. يعني ايه سنة رابعة؟ ايه سنة ستة؟ انخفاض جودة المنتجات، يعني المنتج بتاعي منخفض الجودة بتاعته، الجودة بتاعته مش كويسة او مش بنفس جودة المنتجات المستوردة اللي احنا بنجيبها من الخارج. حتى احنا دايما لما بنيجي نشتري حاجة دايما بننقي ايه؟ بننقي الحاجة المستوردة وبنسيب منتج بلدي، وده طبعا غلط. بس هي المشكلة في ايه؟ لان كمان يا ميس المنتج الاجنبي بيعيش فترات طويلة جدا، حتى بيبقى غالي شوية بس بيعيش عن المنتج المصري. اه، وده اللي انا بسميه انخفاض جودة المنتجات الصناعية. طب ايه كمان بتعاني منها الصناعة؟ قال لي الصناعة بتعاني من قلة اقبال اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار الصناعي. يعني ايه؟ قال لي طب ما انا عندي اسعار المادة الخام عالية، وعندي مصادر الطاقة تكلفتها كبيرة، ما عنديش كوادر فنية، وعندي كمان المنتج بتاعي منخفض الجودة. يبقى ده هيشجع اصحاب رؤوس الاموال ان هم يستثمروا في الصناعة؟ لا يا ميس، مش هنشجع الناس اللي معاهم فلوس ان هم يجوا يستثمروا في مجال الصناعة. اه، هيبقى ما عندهمش الرغبة ان هم يستثمروا في المجال الصناعي، ممكن يروحوا لاي بقى نشاط تاني زي الزراعة زي التجارة زي السياحة، لان من وجهة نظرهم ان مجال الصناعة بيخسر. تمام، ومش هيجيب لهم الفلوس اللي هم هيدفعوها. يبقى انا عندي قلة اقبال اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار الصناعي. طب اخر حاجه بقى من مشكلات الصناعه، قال لي التهرب الجمركي. يعني ايه التهرب الجمركي؟ قال لي التهرب الجمركي ده يا سنه سته المقصود بيه ان انا عندي دلوقتي مثلا انا تاجر وجايب حاجات من بره وعايز ادخلها البلد. لما باجي ادخلها عن بلد عن طريق بقى المطارات او المواني، الدوله عامله لي ايه؟ عامله لي حاجه زي الجمارك كده، انا بدفعها للرسوم دي.
ليه؟ قال لي علشان الرسوم دي جايه من بره، فهي عايزه تحمي المنتج بتاعي. طب هتحميه ازاي؟ اه ده في تنافس ما بين المنتج اللي بره وما بين المنتج المحلي، فهي بتفرض الرسوم دي علشان تحمي لي المنتج المحلي بتاعي من خلال التنافس ده. طب الناس دي بتعمل ايه؟ قال لي الناس دي بتتهرب من دفع الرسوم دي اللي فرضتها الدولة، وده اسمه تهرب جمركي. وده طبعا بيعمل ايه؟ قال لي ده بيخلي المنتج بتاعي بيتعرض لأخطار كبيرة جدا في أثناء المنافسة مع المنتجات الايه؟ الخارجية. يبقى هنا التهرب الجمركي هو التهرب من الرسوم التي تفرضها الدولة على المصنوعات المستوردة من الخارج لحماية الإنتاج المحلي. طبعا كمان الدولة بتفرض الرسوم دي علشان زي ما احنا قلنا ان هي تحمي المنتج المحلي بتاعي اللي هو بينافس المنتج المحلي بتاعي، وكمان المنتج الاجنبي ده اصلا جاي عشان ينافس المنتج الايه؟ المحلي بتاعي. طيب فالدولة بتبدا ان هي تفرض رسوم على المنتجات الاجنبية علشان مش اي حد يقدر ان هو يستورد المنتج الاجنبي ده ويجيبه مصر عشان ينافس المنتج المحلي. فطبعا انا لما بتهرب، انا بتهرب يعني باشكال كتيرة جدا، بتهرب ان انا ادفع الفلوس دي، فبالتالي المنتج الاجنبي بيدخل متهرب مصر فبيبدا ان هو ينافسني المنتج الاجنبي المصري بتاعي. وكده كده كده كمان الاقبال بتاعي هيبقى على المنتج المستورد اكتر من المنتج المحلي. يبقى ده المقصود بالتهرب الجمركي. يبقى ما يجي يقول لي اكتب ما تشير اليه العباره التهرب من الرسوم التي تفرضها الدوله على المصنوعات المستورده من الخارج لحمايه الانتاج المحلي، هو التهرب الجمركي. تمام كده انا عرفت مشكلات الصناعه. طب تعالوا بقى نتكلم عن الدولة بتعمل ايه او بتهتم ازاي بالصناعة، او ان هي تحل المشكلات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، وان هي تبدأ ان هي تقلل من المشكلات اللي بتواجه الصناعة في مصر. بيقول لي دلل او اثبت بتهتم الدولة اهتمام كبير جدا بالصناعة. اول حاجة الدولة بتبدأ تعمل لي حاجة اسمها الانفتاح على العالم الخارجي. طبعا الدولة بدأت ان هي تعمل اتفاقيات اقتصادية مع الدول الاجنبية والعربية علشان ان هي تبدأ تشجع العرب والاجانب على الاستثمار في مجال الايه؟ الصناعة. طب ولو انتوا شاطرين كده ومركزين معايا، ده بيحل مشكلة ايه عندنا؟ قلة اقبال اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار الصناعي. برافو عليك. وده بيحل المشكلة اللي هي قلة اقبال اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار في مجال الصناعة اللي احنا اخدناها في المشكلات اللي بتواجه الصناعة من شوية. طيب عندي كمان تاني حاجة، الدولة بتبدأ تعمل ايه؟ بتفتح اسواق داخلية وخارجية جديدة. طبعا الدولة بدأت ان هي تعمل اسواق داخل مصر وخارجها، طبعا قلنا عشان تسوق للمنتج المصري بتاعي. انا لو عايز اسوق للمنتج بتاعي فهبدأ اروح لاي دولة عربية او اي دولة اجنبية، ابدأ لها المنتج بتاعي، ابدأ افتح سوق ليا هناك وابدأ احط المنتج بتاعي هناك، فبالتالي ان سكان الدولة دول هيشتروا المنتج، وهتبدأ الدولة دي لما تلاقي في اقبال من سكانها على المنتج بتاعي هتبدا ان هي تطلب ايه؟ تطلب المنتج بتاعي اكتر من مره. تطلب ايه؟ المنتج بتاعك إيه؟ كتير جدا. طيب انا عندي كمان الدوله بتبدا ان هي تعمل محاوله تقليل حجم الواردات المصنعه من الخارج. انا قلت الواردات او اللي هم منتجات اجنبيه جايه تنافس المنتج المحلي، المحلي بتاعي. انا لو السوق عندي في منتج مصري ومنتج اجنبي، ان احنا قلنا السكان بيسيبوا المنتج المصري وبيشتروا المنتج الاجنبي، فالدوله هتبدا تحل المشكله دي بان هي تقلل حجم الواردات المصنعه من الخارج، فما يكونش في الاسواق عندي غير المنتج الايه؟ المحلي بتاعي. كمان بتقلل لي من مشكله التهرب الجمركي. برافو عليكم. فهتبدا ان هي السكان المصريين هيبداوا ان هم يشتروا المنتج المحلي او المنتج المصري. طب انا عندي كمان رابع حاجه، بيقول لي الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي. انا قلت ان انا عندي في المشكلات البيئه الصناعيه عندي عمال مالهم، عندي نقص في الكوادر الفنيه. برافو عليك. وعمال عندهم نقص في الخبره وفي التدريب. طب انا الدوله هتعمل ايه عشان تحل المشكله دي؟ بدات ان هي تهتم بالتعليم الفني والصناعي بهدف تخريج عماله فنيه مدربه زي المدارس الصناعيه اللي عندنا هنا دلوقتي موجوده في مصر. برافو عليك. وزي المدارس اللي هي مدارس الصناعه او المدارس اللي بتهتم بالتجارة، والمدارس دي بتبقى بعد مرحلة الاعدادي، وطبعا دي بتخرج لي عمالة فنية مدربة. يبقى انا عندي تاني بيقول لي دلل تهتم الدولة اهتمام كبير بالصناعة. هنقول اربع حاجات. اول حاجة الانفتاح على العالم الخارجي بتشجيع العرب والاجانب على الاستثمار في الصناعة. تاني حاجة فتح اسواق داخلية وخارجية جديدة. رقم ثلاثة محاولة تقليل حجم الواردات المصنعة من الخارج. اربعة الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي وذلك بهدف تخريج عمالة فنية مدربة. برافو عليك. طب ما هو ممكن يجي برضو هنا ويجيلك الجزئية دي ويقول لي بما تفسر تقوم الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني والصناعي.
بهدف تخريج عمالة فنية مدربة. طيب تعالوا بقى نشوف هنا سؤال المتفوقين في الجزئية دي عبارة عن ايه؟ بما تفسر اهتمام الدولة بالتعليم الفني والصناعي. ليه الدولة بتهتم بالتعليم الفني والصناعي؟ هسيبكم تفكروا فيها شوية لحد ما اخلص جزئية الدرس وان شاء الله تجاوبوا صح. طب تعالوا نتكلم بعد كده عن الجزء الثاني من درسنا بيتكلم عن البيئة الصناعية. طيب تعالوا نفتكر كده مع بعض، انا الجزء الاولاني كنت بتكلم عن مشكلات ايه؟ عن مشكلات الصناعة ووجود الدولة في حلها. برافو عليكم. مشكلات الصناعة دي يعني قلنا الصعوبات او المشكلات اللي بتواجه المنتج جوه المصنع. انا بتكلم عن مشكلات الصناعة جوه المصنع. طب انا دلوقتي هتكلم عن البيئة الصناعية، يبقى هتكلم عن ايه؟ البيئة اللي بتحيط المكان اللي هتكون في المصنع. برافو عليكم. البيئة اللي بتحيط الايه؟ المصنع بتاعي. طب ايه هي المشكلات البيئة الصناعية وجهود الدولة لحلها؟ تعالوا نتكلم اول حاجة عن المشكلات بتاعتنا. اول حاجة بيقول لي من مشكلات البيئة الصناعية التلوث البيئي. طيب تاني حاجة بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي استنزاف الموارد الطبيعية، وهنعرف الحاجات دي كلها مع بعض. تالت حاجة بيقول لي ازدحام المدن وانتشار المناطق العشوائية. طيب يبقى انا عندي مشكلات البيئة الصناعية، او اول ثلاث حاجات هنتكلم فيهم في مشكلات البيئة الصناعية هم ايه؟ التلوث البيئي، استنزاف الموارد الطبيعية، ازدحام المدن وانتشار المناطق العشوائية. برافو عليكم. تعالي بقى نتكلم بالتفصيل عن كل واحدة فيهم. طيب دلوقتي هنتكلم عن اول مشكلة من مشكلات البيئة الصناعية، وهي مشكلة التلوث البيئي. بما تفسر تعاني مصر من مشكلات التلوث البيئي. طب هو ايه التلوث اللي انا ممكن اشوفه او بيضرني في البيئة؟ قال لي انا عندي نوعين من التلوث، تلوث الهواء وتلوث الماء. نتكلم اول على اول نوع هو تلوث الهواء. يا ترى الهواء عندي بيتلوث ليه في البيئة الصناعية؟ قال لي الهواء بيتلوث نتيجة انبعاث الأبخرة والغازات المتصاعدة من مداخل المصانع. المصانع بتطلع الأدخنة بتاعتها، تمام كده؟ طب ده بيبقى موجود فين؟ قال لي بيبقى موجود في البيئة الصناعية، وبعد كده ممكن كمان يتنقل للمناطق السكنية، فبيسبب لي ايه؟ بيسبب لي تلوث للهواء. يبقى لما يجي يقول لي هنا بما تفسر تلوث الهواء في البيئة الصناعية بسبب انبعاث الأبخرة والغازات المتصاعدة من مداخل المصانع، ودي مشكلة من مشكلات الايه؟ مشكلات التلوث البيئي اللي بتواجه البيئة الصناعية. تمام. تعالوا بقى نتكلم عن تاني مشكلة، وهي تلوث الماء. المية بتتلوث؟ المية بتتلوث. طب ايه اسباب تلوث الماء؟ قال لي المصانع بيبقى بعد ما بتخلص بيبقى بيرموا المخلفات بتاعتهم، المخلفات سواء سائلة او مخلفات صلبة، بيرموها فين؟ قال لي بيرموها في المجاري المائية. طب ميس انا فاكرة يا ميس حضرتك قلت لنا في الدرس اللي فات اللي هي من العادات السلبية لسكان البيئة الصناعية ان هما بيتخلصوا من المخلفات الصناعية ومش بيعالجوها. تمام. يبقى تاني حاجة ده بتسبب لي ايه؟ بيسبب لي تلوث للماء. يبقى لما يجي يقول هنا بما تفسر تلوث الماء في البيئة الصناعية، هقول له بسبب إلقاء المخلفات السائلة للمصانع في المجاري المائية مثل نهر النيل. طب ده بينتج عنه إيه؟ قال لي أكيد أنا لما برمي المخلفات دي، المخلفات دي فيها مواد ضارة، صح ولا لأ؟ فهتضر لي بإيه؟ هتلوث المية يا ميس، وهتموت لي السمك اللي موجود في المية. تمام. وكمان لما أنا جاء أكل السمك ده هيحصل لي إيه؟ هيضر بصحة الإنسان. تمام. يبقى أنا كده أصلاً أنا اللي عملت إيه؟ عملت تلوث كبير جداً في البيئة. يبقى هنا تلوث الماء هقوله بسبب إلقاء المخلفات السائلة للمصانع في المجاري المائية مثل نهر النيل. طب ما النتائج المترتبة على تلوث الماء، أو ما النتائج المترتبة على إلقاء المخلفات السائلة للمصانع في المجاري المائية؟ أدى إلى تلوث الماء وموت الأسماك والكائنات الحية. يبقى أول مشكلة عندي هي مشكلات البيئة، التلوث البيئي. طيب أنا عندي كمال جهود الدولة لحلها. طيب انا عندي بقى بيقول لي الدولة بتعمل ايه علشان تحل مشكلة التلوث البيئي؟ بيقول لي قامت بنقل المصانع التي تضر بالبيئة خارج المناطق الايه؟ السكنية. ولو انتوا تفتكروا معايا كده احنا اصلا قلنا الموقع الجغرافي وانا بعمل المصنع لازم يكون بعيد عن ايه؟ عن المناطق السكنية. برافو عليكم. طيب انا عندي في مصانع اتعملت قريبة من المناطق السكنية وبتلوث المناطق السكنية دي، فالدولة بتبدأ تحل المشكلة دي بان هي تنقل المصانع دي اللي بتضر بالبيئة خارج المناطق السكنية. طيب عندي كمان بيقول لي ايه؟ بيقول لي الدولة بتعمل حاجة اسمها الاكسار من المساحات الخضراء، واحنا واخدين في العلوم عارفين ان الزرع او المساحات الخضراء دي بتقلل من التلوث، بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون وبتدينا الاكسجين. برافو عليكم. يبقى الدولة عملت الاكسار او قامت بالاكسار من المساحات الخضراء. لو جالي سؤال بيقول لي بما تفسر
اقصار الدوله من المساحات الخضراء هقول له الايه؟ لامتصاص الغازات الضاره. لامتصاص الغازات الايه؟ الضاره. طيب كمان الدوله بحاول تقلل من التلوث البيئي بان هي تعمل تركيب مرشحات او فلاتر على مداخن المصانع. طيب انتوا عارفين الفلتر اللي عندنا في البيت اللي هو فلتر الميه بيعمل ايه؟ بيعمل على تنقيه المياه من الشوائب. بينقي الميه من الشوائب عشان نشربها وتبقى ميه كويسه. طيب انا كمان المصانع بتطلع لي دخان، طب انا عايزه افلتر الدخان الملوث اللي طالع من المصنع ده، فهبدا اعمل للمصنع ايه؟ تركيب مرشحات او فلاتر عشان ابدا افلتر الهواء الملوث فما يلوثليش الايه البيئه اللي حوالين المصنع. يعني يا ميسي بيمنع الغبار المنبعث من المصانع، زي مثلا زي مصانع الاسمنت اللي احنا خدناه في سنه 5. برافو عليكم. يبقى لو جالي سؤال بيقول لي بما تفسر تركيب الدوله مرشحات او فلاتر على مداخن المصانع، هقول له ليه؟ لمنع الغاز المنبعث منها مثل مصانع الاسمنت. برافو عليكم. طيب الدولة كمان بتعمل لي ايه؟ بدأت تعمل لي حاجة اسمها انشاء وزارة البيئة. طبعا احنا اخدنا وزارة البيئة قبل كده في سنة رابعة، قلنا وزارة البيئة دي مهمتها حماية الايه؟ البيئة من التلوث والاخطار. حماية البيئة من التلوث. يبقى لو جالي سؤال هنا بيقول لي بما تفسر انشاء وزارة البيئة اللي هي هيئة متخصصة لحماية البيئة، يبقى انا عندي بما تفسر اهمية انشاء وزارة البيئة لاصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة من الاخطار. حماية البيئة من الاخطار. برافو عليكم. يبقى انا تاني بقول جهود الدولة علشان تحل مشكلة التلوث البيئي عملت لي أربع حاجات. أول حاجة نقل المصانع التي تضر بالبيئة خارج المناطق السكنية. 2 الإكثار من المساحات الخضراء وذلك لامتصاص الغازات الضارة. 3 تركيب مرشحات أو فلاتر على مداخن المصانع وذلك لمنع الغبار المنبعث منها. 4 إنشاء وزارة البيئة لإصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة من الأخطار. شاطرين. طيب تاني مشكلة عندي من مشكلات البيئة الصناعية وهي استنزاف الموارد الطبيعية. طب يعني ايه استنزاف؟ الاستنزاف ده يعني انا بفرط او بستخدم المنتج بتاعي او الموارد بتاعتي الطبيعية بطريقة غلط. تمام كده؟ اقول لك يا ميس ايه هو الاستنزاف اخدناه في سنة 5؟ هو الافراط. الافراط زي ما انا قلت كده بالظبط، الافراط وسوء استخدام الموارد الطبيعيه بشكل ايه؟ بشكل يؤدي الى نفاذها، يعني الى ان هي خلاص تنتهي وما يبقاش ايه، ما ينفعش ان انا استخدمها مره تانية. يبقى يعني ايه الاستنزاف؟ الاستنزاف هو الافراط وسوء استخدام الموارد الطبيعيه بشكل يؤدي الى نفاذها. زي ما انتم شايفين كده، يبقى هنا لما يجي يقول لي اكتب ما تشير اليه العباره، الافراط وسوء استخدام الموارد الطبيعيه بشكل يؤدي الى نفاذها، تبقى الاستنزاف يا ميس. الاستنزاف. طب والاستنزاف ده من مشكلات ايه؟ من مشكلات البيئه الصناعيه. تمام. طب يا ترى الدوله هتحل لي المشكله دي ازاي؟ قال لي الدوله قامت بالعديد من الحاجات اللي بتؤدي الى ان هي بتقلل من مشكله الاستنزاف دي. زي ايه؟ قال لي زي ما هتهتم لي بتطوير الصناعه وتعديل خطوط الانتاج. يعني ايه ان هي تهتم بتطوير الصناعه وتعديل خطوط الانتاج؟ قال لي هي بتهتم بكده عشان تقلل العوادم اللي طالعه من المصانع، يبقى لتقليل العوادم والمخلفات من المصانع. وهنا بيجي لي السؤال ويقول لي بما تفسر اهتمام الدوله بتطوير الصناعه وتعديل خطوط الانتاج؟ هقول له لتقليل العوادم والمخلفات. تاني بما تفسر اهتمام الدوله بتطوير الصناعه وتعديل خطوط الانتاج؟ لتقليل العوادم والمخلفات. تمام. يبقى هنا اول حاجه من جهود الدوله لحل مشكله استنزاف المواد الطبيعيه هي الاهتمام بتطوير الصناعه وتعديل خطوط الانتاج وذلك لتقليل العوادم والمخلفات. عندي هنا سؤال المتفوقين بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي بما تفسر استنزاف الموارد الطبيعية، ويفكروا في السؤال ده لغاية ما نكمل باقي درسنا. طيب تعالوا بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ تالت مشكلة عندي من مشكلات البيئة الصناعية اللي احنا لسه بنتكلم فيها. اتكلمنا قبل كده عن مشكلتين، هي مشكلة التلوث البيئي ومشكلة استنزاف ايه؟ الموارد الطبيعية. برافو عليكم. تالت مشكلة معانا هي مشكلة ازدحام وانتشار المناطق العشوائية. يا ميس احنا خدنا العشوائيات قبل كده وان هي مناطق بنيت دون تخطيط من الدولة ودايما بتبقى على تقع على اطراف المدن. طيب هي اصلا العشوائيات دي نتجت نتيجة ايه؟ قلنا ان واحنا بنتكلم في البيئة الصناعية من
الريف الى المدن. برافو عليك. واحنا بنتكلم في البيئه الزراعيه قلنا ان سكان البيئه الزراعيه بيسيبوا البيئه بتاعتهم ويبداوا ان هم يهاجروا للبيئه الصناعيه علشان يشتغلوا في المصانع لان فيها مستوى دخلهم لان فيها فرص عمل كتيره جدا. تمام كده. يبقى جالي سؤال بيقول لي بما تفسر ازدهار وانتشار المناطق العشوائيه؟ هقول له بسبب ايه؟ هجرة السكان الريف الى البيئة الصناعية. بسبب هجرة سكان الريف الى البيئة الصناعية. طيب عندي كمان بيقول لي جهود الدولة علشان تحللي مشكلة ازدحام وانتشار او وجود المناطق العشوائية. الدولة بيقول لي ان هي عملت ايه؟ الحد من الهجرة. بدأت ان هي تحد من الايه؟ من الهجرة. تقلل من الهجرة. وبناء وبدأت ان هي تبني مدن سكنية جديدة لسكان الايه؟ العشوائية. او بدأت تطور اللي هي الاماكن العشوائية دي خلاص عشان يبقى طبعا شكل المكان كويس، ما يكونش فيه اللي هو الاماكن العشوائية زي ما اتكلمنا اللي هي اصلا بتبقى عبارة عن عشش او اماكن بدائية جدا وما بيبقاش فيه اي خدمات. مبقاش فيها اي خدمات. فالدولة بتبدأ ان هي تقلل من الهجرة وبتبدأ تجمل المناطق العشوائية بان هي تبني مدن سكنية جديدة للسكان دول. طب لو جالي سؤال بيقول لي برهن او اثبت الدولة عملت على الحد من الهجرة وبناء مدن سكنية جديدة لسكان العشوائيات، هقول له ليه بقى؟ بشوف دايما في التلفزيون مدينة كده لسه الرئيس كان عاملها اللي هي مدينة تحيا مصر، دي برضو من المناطق او المجمعات السكنية اللي الدولة عملتها علشان تحد من مشكلة العشوائيات. برافو عليكم. الدولة بيقول لي اللي هو لو جالي سؤال بيقول لي اثبت او برهن الدولة عملت ايه عشان تحد من الهجرة وتعمل مدن سكنية جديدة لسكان العشوائيات، بيقول لي حيث قامت بانشاء مجمعات سكنية جديدة، بدأت ان هي طبعا تبني مدن جديدة او مدن سكنية جديدة علشان تنقل سكان العشوائيات يعيشوا فيها. زي ايه؟ زي بيقول لي مدينة تحيا مصر ومدينة الاسمرات. تمام كده. يبقى لو جالي سؤال تاني هنعيد على الحته دي اللي هو ازدحام وانتشار المناطق العشوائيه بما تفسر؟ بسبب هجره سكان الريف الى البيئه الصناعيه. برافو عليكم. طب الدوله عملت ايه عشان تحل المشكله دي؟ قامت بانشاء مجمعات سكنيه مثل مدينه تحيا مصر والاسمرات. برافو عليكم شاطرين. طيب تعالوا بقى نشوف كده بعض الملحوظات اللي انا اقدر ان انا استفاد منها من خلال درسي النهارده. قال لي اول حاجه زي ما انا قلت لك كده ان الاشجار بتمتص خمس ثاني اكسيد الكربون. طب هي لما تمتص غاز ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو بتديني ايه؟ قال لي الاشجار بتديني الاكسجين، وده مناسب لعمليه التنفس. يبقى هي كده اخذت الغاز غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هي عايزاه واعطتنا مكانه ايه؟ الاكسجين. الاكسجين. طب تاني حاجة قال لي حاجة في حاجة اسمها الانتاج النظيف. يعني ايه الانتاج النظيف يا سنة ستة؟ ده انتاج احنا بنعمله علشان يحافظ على المواد الخام ومن الاهدار والاستنزاف والتدهور. يبقى هو انتاج يقوم على المحافظة على المواد الخام ومصادر الطاقة، ودي طبعا كانت في مشكلات ايه؟ في مشكلات الصناعة. يبقى الانتاج النظيف هو انتاج يقوم على المحافظة على المواد الخام ومصادر الطاقة. الاشجار بتمتص ثاني اكسيد الكربون وبتنتج قد ايه نسبته؟ بتعتبر خمس انتاج ثاني اكسيد الكربون. الاشجار بتمتص خمس انتاج ثاني اكسيد الكربون وبتنتج الاكسجين اللي هو بيساعد في عمليه التنفس. تمام. ثالث حاجه عندي في بعض الملحوظات برضو بيقول لي ان الانتاج النظيف الدوله بتعمل ايه في الانتاج النظيف دوت؟ قال لي هي عملته علشان يقلل من نسبه النفايات اللي موجوده بهدف ترشيد استهلاك الخامات المستخدمه. يعني اي خامه او مورد او ماده معدنيه او ماده حيوانيه او ماده زراعيه، ماده خام عامه، بتعمل ايه؟ انا برشط في استهلاكها. برشط في ايه؟ في استهلاكها، في استخدامها في العمليه الايه؟ الانتاجيه. وباخدها وبستبدلها، بستبدل المواد الضاره بمواد امنه. زي ما انا عملت ايه؟ زي ما انا مثلا اخدت المواد اللي هي المصادر الطاقه مثلا غير متجدده اللي كانت بتسبب لي التلوث وحطيت مكانها مصادر طاقه ايه؟ متجدده. مصادر طاقه متجدده او مصادر طاقه نظيفه، وبتكون المصادر دي اقل استهلاكا للطاقه واقل ضررا بالبيئه، وكمان بتعمل على اعاده استخدام المخلفات عشان تقضي لي على مشكله ايه؟ التلوث البيئي او النفايات يا ميس. او النفايات. طيب الدولة كمان بتعمل لي حاجة اسمها التحكم في التلوث. طبعا التحكم في التلوث ده بدأ عن طريق مشروع، المشروع ده ممول من الحكومة الفنلندية والبنك الدولي، بالإضافة إلى العمل على تأهيل خمس مدن صناعية. الدولة طبعا عملت خمس مدن صناعية، هيئتهم إن المدن دي تبقى تبع الإنتاج النظيف وتبقى مدن صديقة للبيئة. طبعا المدن دي زي السادات ومدينة بدر ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة العبور ومدينة
العاشر من رمضان. وكل المدن دي احنا اصلا اخدناها في درس الصناعه والمناطق الصناعيه، فده هو بيعمل لك زي ايه مراجعه كده بسيطه على بعض المناطق اللي هي صديقه البيئه، زي ايه؟ زي السادات، بدر، السادس من اكتوبر، العبور، والعاشر من رمضان. برافو عليكم. طيب في نهاية درسنا النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا معانا، واشوفكم في دروس قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.